مسخرة باحترام حقونا. يلا يا شباب يا جان عمي. ما لازم تسمح له لهذا الواطي يلمس على بنتك. ولك انت لا تتدخل بهي الشغله. كيف ما اتدخل؟ انا ابن عمها، ابن عمها، وبحق لي اقول مين اللي يعالجها. مين بده يلعبها؟ يعالجها يعني تعالجها وحده دكتوره او يعالجها واحد دكتور بس مو هاد. حبيبتي لا تخافي، انا معك. بجوز تتوجعي شوي بس لا تخافي.
شو اسمها هي البنت؟ بوسينة. بوسينة لو سمحتي لو سمحتي. خير شو في؟ هلا انت بتقدري تعالجيها لهي اللي جابوها من شوي محروق وشها؟ مين حضرتك؟ انا ابن عمها. لو سمحت لا تتدخل بشي ما بيعنيك. لا اذا ما عالجتيها انت انا بقدر باخذها على غير مستشفى. قلت لك لا تتدخل بشي ما بيعنيك والا بجيب لك الشرطة. ها لا لا شو الشرطة يعني؟ هلاي تعال هذا اللي عليك المصدي ما بدك بطله. اذا بدك تضل زعلك روح نقلع الحاره. نقلع ولا اعترف لي وشك. نقلع. ماشي ماشي. عمر القهر لو دام همي على حالي ونجارت الأيام غير الصبر مالي مالي. شرف خواجة شرف. اوه ما هذا مسيو. شلون شفت لي اياهم؟ تمام تمام. ايه شو بتحب ضب الله خلاه؟ حقا مدهش مسيو. انا يريد كل شيء بضاعة. ايه شو عليه؟ بس هاد غالي كثير. مسيو همشري عارف عارف بس الحقيقة أنا ما توقعت هاي بضاعة جميلة عندك موجودة. بس أنا ما في فلوسي كفي. هلا ما في مشكلة ضب لك كم قطعة. حبيبي أنا بكرة لازم يسافر فرنسا. أوف بهالسرعة؟ في زبون ينتظر وبعدين في فرنسا أنا يربحوا معي كتير. يا سيدي إن شاء الله بتربح مال الدنيا. أنا بهمني يوصلني حقي. هل تقبل أنا أعطيك بيتي يضل عندك أهدى أو ممكن أنت يأجر حتى أنا يرجع أعطيك حقك؟ والله يا خواجة أنا مالي بكار التأجير بنوب. بس خلص أنت عزيز وغالي تكرم. لا تخافي بوسينة أنت بكرة رح تطيبي ورح ترجعي أحسن من الأول. بدنا نفرح فيكي أنت وعصمت. قولي بدنا نزعل دكتورة. أمي دكتور عصمت ذكي وإنسان رائع. أنا ما بحب أهله. دكتورة مستجي لعنا مرة تانية جيبي معك الدكتور عصمت. بوسينة شو هالطلب هاد؟ شو هالوقاحة؟ أمي أنا آسفة إني فتحت الموضوع. مرحبا يا ابني. اهلا يا بيك. ممكن نشوف البنت المحروقه هي واهلها؟ ممنوع يا بيك. السبب؟ لان المريضه حاليا سجينه، لان هي اللي حرقت المشغل.
طيب ممكن تنتهي لي ابوها؟